السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الحلقة الأولى من برنامج ذا ماثماتيشن. هنتكلم النهاردة عن الكيو ثيري والبترفلاي إفكت من الجانب العلمي والإنساني بأسلوب كوميدي على ما يقال يعني، فاستنونا. السبب الذي كان دائما وراء اعتقادنا الراسخ في أذهاننا أن العالم مكان معروف ويمكن السيطرة عليه هو أن علم الرياضيات الذي يسيطر على العالم يقول ذلك. مبدئيا كده أنا مش هتكلم النهاردة بطريقة الأفلام الوثائقية على الرغم اللي أنا بعشقها وساعات بنام على صوت الراجل اللي انتوا لسه سامعينه دوت، بس هنشوفه بأسلوب مختلف شوية. في أواخر القرن السبعتاشر وتحديدا سنة 1687 لما جه نيوتن وحط قوانين ومعادلات الحركة، كان كل اعتقاده ان العالم دوت نظام محكم مفيش حاجة تحصل الا وليها سبب، وان لو حصل اي تأثير بسيط في الشروط الابتدائية للجسم هيتبعه تأثير بسيط في الحركة النهائية فنقدر نتغاضى عن التأثير دوت. جاء بعدها تلميذه الامين لابلاس، هنا الامين مش المخلص، الامين اللي هو امن على كل كلام نيوتن، اكد على كل كلام نيوتن واضاف مبدأ الحتمية ان العالم عامل زي الاله، اقدر اتنبأ باي حاجه في اي وقت، بعد 10 سنين اقول لك الجسم دوت هيكون فين، بعد 20 سنه اقول لك وضعنا هيكون ازاي، والدنيا كانت ماشيه تمام وزي الفل. تربع نيوتن على عرش الفيزياء بكلامه لمده تزيد عن 3 قرون لحد ما جه عالم اسمه بونكاري في اواخر القرن ال 19. بونكاري قال بكل بساطه، طالما انتوا تقدروا تتوقعوا كل حاجه، اشمعنى الطقس اللي بتلاقوا فيه مشكله وساعات بتتوقعوه غلط؟ الله. في أوائل القرن العشرين وتحديدا سنة 1908 بونكاري يضرب من جديد. ضاف بونكاري مبدأ السنسيتيفيتي، sensitivity to the initial conditions، مبدأ الحساسية، إن أي تغيير بسيط في الحركة الابتدائية للجسم هيتبعه تغيير كبير جدا إحنا منقدرش نتوقعه، لعكس الكلام اللي قاله لابلاس، يعني لو شوية تراب ممكن يكونوا أثر في عاصفة بعد كده. ومن هنا ظهرت الكيو ثيري، نظرية الفوضى، ويعتبر بونكاري أول واحد مد فيها القلم أو أول واحد أسسها. كطبيعة البشر رفضهم لأي فكرة جديدة، العلماء كلهم اختلفوا مع بونكاري في كلامه وقالوا أنت عايز تغير لنا نظام نيوتن اللي عدنا فيه أكتر من 300 سنة، أنت جاي تهزر بقى. وللأسف بونكاري ما كانش معاه أي دليل رياضي على صحة كلامه. تفتكروا كده خلاص مفيش امل؟ لا، في جاء بعدها عالم اسمه الكسندر ليبانوف سنة 1918، سلط الضوء على كلام بونكاري وخصوصا نقطة تحول النظام الفوضوي، بس للأسف انتحر، مراته ماتت في الحرب العالمية الأولى، ما قدرش يستحمل الراجل فموت نفسه وحده. دلوقتي بونكاري والناس كذبت كلامه وليبانوف انتحر، غالبا أي حد بيحط إيده في نظرية الفوضى دي بتحصل له حاجة. اتركن بقى كلام بونكاري وليبانوف. مع ازدهار التكنولوجيا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، حالة من التفاؤل تعم على جميع البشر، وإذا بهم يشيدون منظمات ضخمة لهندسة الطقس والتخطيط المركزي والاقتصاد والهيئة. اعتقد ان الدنيا جميلة وزي الفل، مفيش اي حاجة تحصل الا وليها سبب، استنادا لكلام نيوتن. لحد ما جاء عالم اسمه ادوارد لورنز. ادوارد لورنز دوت عالم طقس ورياضيات، اخترع جهاز سماه دمية الطقس، ده كان عبارة عن هيكل عظمي مربوط بكمبيوتر بدائي من نوع رويال ماك بي. الكمبيوتر دوت كان مبني ب 12 معادلة تفاضلية ليهم علاقة بدرجة الحرارة وسرعة الرياح والضغط، والدنيا كانت تمام وزي الفل، والجهاز كان شغال معاه كويس جدا. جاء لورنز في مرة بدل ما يدخل الجهاز 6 أرقام عشرية دخله 3 أرقام عشرية بس، زي ما تقول قرب كده، وكان متوقع زي كلام نيوتن إن الفرق مش هيطلع كبير قوي في النهاية، واتفاجئ بحاجة مهمة جدا وهي الرسمة اللي قدامك دي. شوف، في الأول كانت النتائج منطبقة مع بعض وطالعة زي الفل، وفجأة حصل فرق كبير جدا في النهاية، يعني كلام نيوتن طلع غلط. سمى التأثير دوت بتأثير الفراشة أو The Butterfly Effect، بمعنى ان لو حصل تغيير بسيط جدا في البداية هيؤدي لفرق شاسع في النهاية، ودوت لو مركزين مع بعض نفس الكلام اللي قاله بونكاري،
يعتبر ادوارد لورنس هو اول واحد احيا كلام بونكاريه بدليل قوي جدا. كمبيوتر بدائي ومطلع الرسمه بالاكيورسي ديت. اتهيأ بقى لو احنا دخلنا البيانات ديت على البرامج الاكيورسي بتاعتها عاليه زي الفورتران او الميبل او الماتلاب، شوف الفرق هيكون عامل ازاي. لو رجعنا لتاثير الفراشه او ذا باترفلاي افكت هنلاقيه هو مصطلح مجازي شويه. لو رفرفت فراشه بجناحها في البرازيل مثلا، حركه الرياح الناتجه عن رفرفه جناح الفراشه ديت ممكن تعمل لك اعصار في ولايه تكساس. وبمناسبه ذا باترفلاي افكت، في فيلم اسمه ذا باترفلاي افكت لاشتون كوتشر ملوش اي علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، فيا ريت ما تتفرجوش عليه. والشكل البياني دوت لورنز اتراكتور في اكس زد بلين، لو ركزنا في الشكل دوت هتلاقيه قريب جدا من شكل الفراشه. عشان كده لورنز اتمثل بالشكل دوت، يعتبر من اشهر الاشكال البيانيه اللي بتعبر عن الكيوس، مصطلح باترفلاي افكت. اكتر المعادلات اللي بنلاقيها مناسبه للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دوت المعادلتين اللي قدامك. لو اعتبرنا انك انت واحد صحيح، عاده بتكتسبها في اليوم خلتك 1.1%، رفعتها الباور 365 هي عدد ايام السنه، شوف النتيجه بتاعتك بقت ايه. نفس الكلام لو انت واحد صحيح، عاده خسرتها او عاده سيئه اكتسبتها او عاده ما عملتهاش خلتك 0.99، رفعتها الباور 365، شوف النتيجه بتاعتك بقت ايه. فرق شاسع ما بين الاثنين. نقدر نطبق الباترفلاي افكت او تاثير الفراشه على حياتنا اليوميه بالكتاب اللي مرمي قدامك مش قادر تفتحه لو قريت فيه 10 صفحات في اليوم. 10 صفحات بس، يعني انت مستقللهم، ابتدي بس اقراهم. خلال شهر هتكون قريت 300 ورقه، يعني غالبا خلصت الكتاب. نفس الكلام لو ضحكت في وش حد او ابتسمت في وش حد، حاجه بسيطه جدا بس ممكن تديله تاثير بعد كده، تخلي عنده طاقه ايجابيه قدر يكمل حاجه بعد كده كنت انت السبب فيها. نفس الكلام برضو لو انت كشرت في وش حد او قلت كلمه وحشه لحد بمبدا انك دبش، لا انا دبش في موضه كده طلع، انا دبش انا دبش انا دبش، يعني الكلام دوت قاعد حد في البيت وما يبقاش قادر يقابل الناس ويواجهه. في النهايه لا تستحقر صغائر الامور فلولها لم تكن البدايه. العالم الفرنسي لابلاس كان قال جمله شهيره جدا بيتفق فيها مع كلام نيوتن. بص كده الجمله دي بتقول ايه: إن الذكاء المتفوق في إمكانه أن يطبق معادلات الحركة عينها على أضخم أجرام الكون كما على أصغر الذرات، وبذلك يستطيع أن يتنبأ بدقة كل شيء ويصبح المستقبل معروفا لعينه مثل الماضي. أحب أقولك إن نسبية شالت جزء من كلامك من حيث أضخم أجرام الكون، والكوانتم شالت لك الجزء الثاني من حيث أصغر الذرات. شكرا. في النهاية لقد ضربت نسبية أينشتاين وهم نيوتن عن مكان وزمان مطلقين، وأطاحت الكوانتم حلم نيوتن في التوصل إلى القياسات الدقيقة والحاسمة، وبددت نظرية الفوضى خيال نيوتن وخصوصا تلميذه لابلاس عن إمكان التوقع المحكم والحتمي. نظرية الفوضى حسست العلماء بتواضعهم وأنهم لسه ما توصلوش لحاجة، وطبعا كل حاجة بإيد ربنا وهو القادر على كل شيء. في جملة بتتقال في الآخر إنك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعمل لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك وفول الاكونت الشخصي. ممكن انا مش حاسس قوي الجمله ديت عشان لسه اول فيديو، بس مناقش انك تعملها. شكرا. الحلقه الاولى من برنامج المقاس